السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في سوبر مامي. هنعمل مع بعض دلوقتي فراخ مشوية بتتبيلة هايلة جدا. هنعمل رز أصفر وهنعمل جنبها خضار سوتيه. الأكل ده جربيه بالطريقة دي، هتاكليه أحلى من اللي بتاكليه في المطعم بكتير جدا. نشوف مقادير التتبيلة بتاعت الفراخ المشوية. معايا في التوابل كزبرة ناشفة، زعتر وملح وقرفة وفلفل أسود وسنة كركم. معايا بصل وزبادي ومعلقة عسل نحل صغيرة، معلقة خل صغيرة، وكمان زيت. دي كده مقادير التتبيلة هايلة جدا جدا. تقدري مع البصل والزبادي وعسل النحل والزيت والخل تضيفي أي توابل عندك، بتطلع هايلة جدا. برضو مش لازم التوابل اللي أنا حطاها دي، أي مجموعة توابل عندك بتنفع جدا في الشوي مع الزبادي والبصل. أهم حاجة الزبادي والبصل هو اللي هيدي الطعم والطراوة اللي في الفراخ. هنزل كده مقادير التتبيله كلها على بعض، اي توابل عندك حطيها. معلقه العسل طبعا بتدي تستاهل جدا، لو ما عندكيش عسل حطي معلقه سكر صغيره. للون بقى بتاع التتبيله هحط يا اما معلقه بابريكا يا اما تحطي معلقه صلصه. انا كده حطيت معلقه صغيره من البابريكا. هقلب كده التتبيله على بعض هايله جدا جدا. نجهز بقى الفراخ. انا غسلتها ملح وليمون وخل ونقعتها لمدة ربع ساعة وصفيتها كويس جدا. نشوف بقى عشان الفراخ ما تطلعش مننا نية شوية او يكون فيها دم من عند العظم، اعملي الخطوة دي هتعجبك جدا. افتحي الفراخ كده من اول الدبوس لحد الاخر، من ناحية العظمة دي افتحيها، وكمان الجزء بتاع العظمة اللي عند الدبوس هنشقها بالسكينة كده زي ما انت شايفة كده. كده خلينا الورك مبطط شوية ومفرود، اجمل كتير من ان الورك يبقى على بعضه ويطلع من جوه من عند العظم ممكن يكون ني شويه او فيه دم منك من التسويه. فكده بتضمني ان هي تستوي كويس، زائد ان طبعا بيطلع شكلها حلو جدا من الظهر كده زي المشويه بره. عندي كده التتبيله ريحتها طبعا حلوه جدا، نزلتها على الفراخ وهدعك بيها الفراخ كويس قوي وادخلها بين الجلد واللحم كويس. وطبعا الفتحه اللي فتحناها في الظهر بتاع الورك من ورا هتخلي التتبيله تدخل جوه اللحم كويس جدا وتاخد الطعم. هدخلها التلاجة. انا دخلتها 6 ساعات. كل ما تطولي فترة التتبيل تسيبي التتبيل عليها في التلاجة كل ما يبقى طعمها اجمل كتير جدا جدا. طبعا بس تاخدي بالك ان طبعا الملح يكون قليل قوي، كل ما هتزودي الفترة في التلاجة تقليلي الملح عشان ما تبقاش حادقة. كده هنا خرجتها من التلاجة وعندي الجريلا اللي انا حشوي فيها، ممكن على فكرة طاسة سيفال تنفع برضو. حطيت فيها زيت وحطيتها على النار سخنت جامد جدا. ادي الفراخ صدمه بقى كده عشان ما تنزلش ميتها. هحطها كده على الجريل وهسيبها يعني حوالي، هتاخد حوالي 10 دقايق كده عشان تديني الخطوط وتديني التحميره في الوش الاولاني اللي هو الوش اللي عليه الجلد. زي ما انتم شايفين كده هسيبها طبعا كده على اعلى حاجه كده على النار عاليه جدا. كده بقى شكلها بالمنظر ده كده من ناحيه الجلد. قلبتها على الناحيه الثانيه ونفس النار برضو عاليه خالص. هديها بقى تحميره من الناحيتين كده، تحميره محترمه. المسام بتاعتي هتقفل وتفضل محتفظه بالميه بتاعتها السوائل اللي فيها وما تنشفش. لو حطيتيها على نار هاديه في الاول او تكون الشوايه مش سخنه كويس، اول ما تحطيها هتلاقيها ما اتحمرتش ونزلت كل الميه اللي فيها. كده بالشكل ده انا كده حمرتها من الناحيتين وتاكدت ان هي اتحمرت تماما وشكلها كده خلاص، عشان هو ده الشكل بتاعها النهائي برضو في التحمير. هبتدي بقى انزل لها كوبايه من الميه المغليه، تكون لازم تكون ميه مغليه ما تنزليش ميه ساقعه. وهسيبها النار عاليه عليها كده يا دوب بس تتشرب الميه بسيط، وبعدين ابتدي اهدي عليها النار خالص واغطيها بقى. انا كده في الوقت ده بصوا بعد ما شربت الميه شويه هنهدي بقى النار عليها، وبرده لازم تغطيها عشان تستوي كويس. عايزه اوريكم هي قد ايه متحمره من الناحيه الثانيه، وكمان قد ايه بتاخد اللون اللي هو البني ده. بعد كده انا سبتها على النار. هنجهز بقى الرز. معايا كوبايتين كبار رز مغسول، معايا معلقه على النار في حله، معلقه زيت على معلقه سمنه. هنزل الرز الاول اسخنه مع السمنه واشوحه كويس قوي، اغلف الرز كله بالماده الدهنيه اللي انا حطاها. هحط عليه رشه ملح، رشه فلفل، معلقه كبيره من الكاري، وورقه لوري، واتنين حبهين. هقلب كده الرز. انا كده حطاه في الزيت والسمنه برده على نار متوسطه، هشوحه كده لحد ما كل الرز يسخن معايا. هبتدي بقى اضيف له طبعا ميه تكون مغليه.
المية المغلية بتساعدك كتير ان الرز يطلع مفلفل معاكي ومش معجن. هنزله المية كده، وبعدين اظبط الملح بتاعي بقى، واول ما يبتدي يغلي، هو اوريدي المية اصلا حطها مغلية هتغلي على طول، اول ما تبتدي تغلي ويتشرب كده ههدي بقى النار عليه، وكده الرز بتاعي يبقى خلص. ده اسرع رز اصفر انا بعمله، وكمان بيطلع طعمه حكاية من غير بقى توابل كتير ومقادير وحاجات ايه اضافات كتير نحطها. خلاص انا كده هديت عليه النار وهغطيه بقى. نروح نشوف الفراخ بقى، هنلاقيها هي كده خلاص استوت. جربي كده قطعة من الجنب هتلاقيها مستوية خالص، لونها طبعا اخدت اللون البني بتاع الشوي الجميل. والرز بتاعي خلاص هديله تقليبة كده، ولسه 10 دقايق كده هطفي عليه النار. معايا الخضار السوتيه اللي انا هعمله، معايا بصل وفلفل وجزر وكوسه وبرده بطاطس. انا هقطع الكوسه والجزر والبطاطس صوابع زي ما انتم شايفين كده، اما الفلفل والبصل قطعيهم التقطيع اللي تعجبك. في حله على النار هنزل الكوسه والجزر والبطاطس مع معلقه سكر ومعلقه ملح، 5 دقايق بس. هنزلهم في ميه مغليه 5 دقايق بس، اخرجهم على طول من الميه المغليه على بوله يكون فيها تلج وميه من الحنفيه وتلج، عشان يفضل الخضار محتفظ باللون بتاعه الجميل وما يتبلش ويبقى لونه مش حلو خالص. انا دلوقتي خلاص سلقت الخضار، مش تسلقيه سلق كامل، هما 5 دقايق بس، احنا عايزينه يبقى ني شويه كده. هو الخضار السوتيه بيبقى بيقرقش شويه في معاكي كده. هنزله بقى في بوله فيها ميه وتلج، اديله بس الصدمه عشان يحتفظ بلونه، وبعدين اصفي من عليه الميه. ممكن تعملي الخضار السوتيه في طاسه تيفال او صينيه تيفال، انا هعملها في الجريل. هنزل معلقه زبده كبيره اسيحها، وانزل عليها الاول البصل والفلفل، هديهم تشويحه كده واشويهم الاول، لان عندي طبعا الجزر والبطاطس والكوسه مستويين نص سوا، فمش هنزل كله مع بعض، انا هنزل ده الاول لان هو يعتبر ني. البصل والفلفل معايا كده خلاص اخد اللون معايا وبقى طعمه حلو. هنزل بقى الخضار الباقي اللي عندي اللي انا كنت حاطاه في الميه بالتلج، وهنزل عليه رشه ملح، رشه فلفل، ورشه زعتر، لو عندك روزماري يبقى طبعا جميل جدا. هديهم تقليبه كده بقى، وابدا اشوح في الزبده، مش هياخد منك اكتر من 10 دقايق. شكله طبعا حلو جدا، يفتح النفس، وطبعا اجمل من اللي انا باكله بره كتير جدا جدا بجد. جربيه ان شاء الله بالطريقه دي هتعجبك جدا. وكده الاكله بتاعتي خلصت، ادي الخضار السوتيه، الريحه طبعا قلب الدنيا، ورز اصفر، ازهر رز اصفر عملناه من غير توابل كتير ومكونات كتير، وطعمه هايل جدا. وادي الفراخ المشويه بتاعتنا، جربيها ان شاء الله هتعجبك جدا. بسهوله جدا تقدري تعملي اكل مطاعم. لو عجبك الفيديو حطي لايك، ولأول مرة تزوري في قناتي اضغطي على سبسكرايب وفعلي علامة الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي انا بنزلها. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.